Adel, what do you think about the coach? He's good. المدرب طبعا جيد وكنا احنا محتاجين هالمدرب هذا صراحه من فتره لكن ما توفر لنا الامكانيه هذه لكن الحمد لله جات الامكانيه وكسبنا هالمدرب مدرب مش جيد بل ممتاز واتمنى له التوفيق صراحه تمارين حلوه وتكتيكه حلو ونتمنى له التوفيق. What do you think about the work of the coach? التمارين طبعا التمارين اول اول سنه طبعا انا عشرت الكوره طبعا 12 سنه واكثر من 12 سنه فيعني ما مر علي يوم ان هالمدرب هذا يفكر في هالتمارين هذه وطبعا كل تمارينه بالكوره وتمارينه حلوه والحمد لله رب احنا قاعدين نستفيد بالمدرب حاجات كثيره. كيمو, what do you think about the coach? I think the coach is a very friendly coach and everybody is very happy in the team because of the way he treats the players and he's a very very easygoing person, you know. If he has anything in his mind he just speaks about it. And as for the training is very good. You know, every day we come to training, we enjoy the training. There's never a time we don't enjoy the training. Isa, what do you think about the coach? About my coach, Jorge, I think the best coach I see in my life. You know, I training with many coach in Arabic clubs and Shamal clubs and Omuslal clubs. And also here now, I see he won't make something different for the world. And this work is professional, sure is a professional. That's why now we see the team is grow when he work with us in good time and good advice they give the player. And that's why the player will be grow with him. Inshallah, we go to the first division. What do you think about his work, the work of the coach? His work, sure, he's a professional work. And everybody see it, not only me I talk. His work, talk about him. That's why we have many victories in the cups. Also, we look for more in the future, for more wins, inshallah. Asa, what do you think about the coach? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I thank the coach for the new coach. And the second thing, I've been 10 years old. I haven't seen the same coach. I've been in the same way with the players and the players. And I don't have a small player or a big player. Any player is ready to play the game. ومدرب زين يعني من ناحية التكتيك من ناحية مباريات اللي لعبناها برسم بداية كأس جاسم وكأس درجة ثانية فمدرب وايد زين يعني. What do you think about the work of the coach؟ والله تمارين درجة أولى طبعًا وأنا تمرنت مع الفور قبل كنت مع الفور وتمرنت مع الفريق الأول ونفس تمارين درجة أولى يعني تقريبًا غير سيستم الفريق ممكن 90% يعني من تمارين درجة أولى التمارين تكتيك درجة أولى فأحس إنه في تغيير كبير في الفريق يعني تغيير كبير وايد تغيير. Ayala, what do you think about the coach? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. المدرب صراحة تمريناته عالية على مستوى. المدرب طموح. المدرب يحب شغله. المدرب يحب لعيبته. يدافع عن لعيبته على كل حاجة. عطى الثقة بلعيبته. والإدارة عطوا الثقة فيه. وحنا إن شاء الله قد الثقة. What do you think about the work of the coach? مدربنا الحمد لله. مدربنا تمارينه كلها احترافية. أنا بما أني لعبت في الدرجة الأولى ما ظنت مر علي مدرب الشغلة كلها في الكورة، لياقة الكورة، ثقة بالكورة، تمارين احترافية، يحب شغله وحببنا في الشغل أكثر وأكثر. عديل, what do you think about the coach؟ بالنسبة للكوتش صراحة يعني أول كوتش يمر علي يعني في مسيرتي الرياضيه بهالتمارين وهالانضباط وهال يعني هالشغل في الملعب يعني فاحس انه يعني طور من قدراتنا وساعدنا في ان نرتقي بمستوانا الافضل يعني. What do you think about the work of the coach? بالنسبه للتمارين وش اسمه والشغل في الملعب والتمارين حق المدرب صراحة تمارين يعني أول مرة تمر علينا لأن تمارين صراحة جيدة
ويعني حسنت من قدراتنا وش اسمه وشغلنا في اللعب وتكتيكنا، حتى وقفتنا في الملعب صارت غير. ففي من جهة التنظيم في اللعب يعني كتنظيم وكخطط يعني صراحة شغل ممتاز جدا. نيف، what do you think about the coach؟ شخصيته حلوة حبابة في الملعب، بيعمل لك اخوانه الصغار. اي لاعب بيكون عنده مشكلة بيحاول يساعده، اي لاعب يعدي مرحلة صعبة المدرب يجي يكلمه يقول له لو محتاج مساعدة مش عارف ايه، حتى برا الملعب هو كأخ لينا، وشخصيته ممتازة يعني. What do you think about the work of the coach؟ شغله احترافي جدا يعني، انا شايف ان هو احسن من مدربين كتير في الدرجة الاولى. عملت انا مع مدربين في الدرجة الاولى، هو بصراحة شغله احترافي وعالي قوي، واحنا كل لاعب فينا 30 لاعب تقريبا في التمرين كلنا استفدنا منه في الفتره اللي عدت، الاربع شهور خمس شهور اللي عدت. خالد، what do you think about the coach؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم كوتش جون احس انه مدرب زين، منه يتعامل في المبدا الاول على نفسيه اللاعبين، ويحب يطور كل لاعب، ما يعتمد على 11 لاعب، يعتمد على تكتيك الفريق كامل. انا الصراحه من وجهه نظري من افضل المدربين اللي دربوني، وافضل دليل ان مسامير الحين قاعد يمر بمرحله زينه من الدفاع والوسط والهجوم، واتمنى ان يكمل مع الفريق في الدرجه الاولى، واتمنى ان اكون انا واحد مع الكوتش مده اكثر من سنه او سنتين عشان اقدر استفيد مع المدرب. What do you think about the work of the coach؟ احس ان شغله زين، ما يعتمد على شيء واحد، كل يوم يعطينا تمرين ثاني، واكثر شغله هو الاحتفاظ على الكوره، وهاي هي الحين كره القدم، اذا الكوره عندك انت راح تفوز في المباراه. يعقوب، what do you think about the coach؟ المدرب صراحه اول مدرب يمر علي من لعبت كره قدم. What do you think about the work of the coach؟ نفس الشيء بعد الشغل اللي يعطينا اياه المدرب، اول مره يمر علي صراحه من لعبت كرة قدم، صراحة يعني شغل جديد علينا.